بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم المهندسة سماح عبد الفتاح. النهاردة هنكمل شرح الساينت للصف الثالث الإعدادي لغات. طيب listen to graphic representation of moving in a straight line. طبعا احنا درسنا الموفينج او الموشن in a straight line، تمام. هناخد النهاردة الجرافيك ريبريزنتيشن، يعني التمثيل بالرسم، جرافيك ريبريزنتيشن. طيب دايما اي فيزيكال فينومينا، اي ظاهرة طبيعية، خلاص دايما الماثيماتيسيانز خلاص يوز ماثيماتيكال ريليشنز بتوين فاريابلز تو ديسكرايب ذيس فينومينا. الرياضيين بيستخدموا ماثيماتيكال ريليشنز، خلاص معادلات رياضية وعلاقات رياضية. طيب يجي بقى الفيزيستس الفيزيائيين use other mathematical relation like graphs and tables. يجوا الفيزيائيين يستخدموا بقى الجرافس والتابلز، الرسم البياني والجداول، تمام. بتيجي هنا give reason physicist use other mathematical relations like graphs and tables. بنقول ايه؟ in order to a predict the relation between certain physical quantity. هم اساسا ما بيبقوش عارفين الريليشن، فبيعملوا experiment وبيجيبوا results يسجلوها في tables وبعدين يعملوا ايه graph، تمام، فيقدروا يوصلوا للريليشن between this physical quantity. يبقى number one predict the relation between certain physical quantity. طيب number two understand practical results، خلاص بيفهموا النتائج العملية، والبراكتيكال ريزلت بتختلف عن النتائج الايه النظرية. طيب number three describe the physical phenomena in easier way، بيشرحوا الفينومينا دي in easier way. دايما طريقة الجراف easier than الماثيماتيكال ريليشنز او الايه او الايكويشنز، خلاص. طيب احنا في this lesson بقى هنتعلم نعمل graphic representation of regular speed or and regular acceleration، السرعة المنتظمة والعجلة المنتظمة. هنعرف يعني ايه acceleration، تمام. للأسف من الصعب ان انا اعمل representation لل variable speed او ununiform speed، فانا دايما بعمل ال representation او graph representation او graphical representation للحاجات الregular. طيب اول حاجة هدرس graphical representation of regular speed، تمام. هعمل الاكسبيرمنت بتاعتي، هجيب توي كار اللي هي العادية، وهجيب متريك ستريب متر او رولر، وهجيب ماركر، وهجيب سموث وودن بورد لوح خشبي بس ناعم، وهجيب ستوب ووتش، تمام. طيب ايه اللي انا هعمله بقى في الاكسبيرمنت دي؟ اول حاجة place the wooden board at horizontal position، هحطه في وضع horizontal. ثاني حاجة put two marks at unknown distance، هحدد ال distance okay as shown in figure. يعني دلوقتي انا محدد ال distance بايه 100 سنتيمتر، تمام. طيب هعمل ايه؟ انا عايزة احدد ال speed of this car، خلاص. operate the car calculate the time بال stop watch طبعا to cover this distance. Repeat the previous step by changing distance. كل مرة هغير الdistance بس بحيث تبقى known. أنا عارفة الdistance وبالstop watch هحدد time. Okay. وهاخد الـ readings بتاعتي في tables. خلاص أنا كررت الexperiment دي 4 times. خلاص. تمام. في المرة الأولى كانت distance 0.4 meter. وبعدين 0.6 متر، وبعدين 0.8 متر، وبعدين وصلت الـ 1 متر. اوكي التايم حددته بالستوب ووتش كل مرة. وفي ثالث مكان يعني بحسب الـ V اللي هي equal D divided by T. كل مرة كنت بحسب الـ speed of the car، خلاص طلعت all the readings are equal. اوكي وعرفت ان الكار دي ماشية بايه؟ بيونيفورم سبيد. كل مرة كانت بتطلع بايه 0.08 متر بير سكند، تمام. طيب يبقى الكار دي ماشيه بايه بيونيفورم سبيد.
في بقى نوعين من الريبريزنتيشن. اول حاجه اعمل ريليشن بين الديستانس والتايم. دايما خلوا بالنا التايم دي حاجه كومون في كل الجرافيك بتاعتي كومون، وغالبا التايم بيبقى في الهوريزونتال اكسس، الهوريزونتال اكسس التايم بيبقى تحت، والاذر فاريبل بيبقى ايه في الفيرتيكال اكسس. طيب الاول هعمل ريليشن بين الديستانس والتايم. طيب عملت الريليشن طلع ايه؟ لينير ريليشن، خط مستقيم لينير ريليشن. ليه؟ عشان هنا عندي يونيفورم سبيد او ريجولار سبيد، تمام. طيب تطلع لينير ريليشن. طيب عملت انذر جرافيك ريبريزنتيشن بين سبيد اند تايم، في المره الثانيه هو ذا سيم تيبل ذا سيم ريزلت. عملت ريبريزنتيشن بين السبيد والتايم، وقلنا غالبا بيبقى التايم على الهوريزونتال اكسس. اوكي طيب عملت طلع لينير ريليشن، بس ايه؟ طبعا ايه؟ هوريزونتال ريليشن، خلاص بارلل تو الايه؟ التايم اكسس، تمام. دي الريليشن بين السبيد والتايم، تطلع بالشكل ده. وده برضو مدام طلعت لينير ريليشن، ده معناه ان الكار او الاوبجكت موف ات ريجولار سبيد، تمام. طيب هنا في بيج 38 بيقول لي عايزين نعرف الاوبزرفيشن والكونكلوجن بتاع الاكسبيرمنت دي. هنوصل لايه؟ الريجولار سبيد كان بي ريبريزنتد ان تو واي. يبقى الريجولار سبيد ريبريزنتس يا اما ريليشن بتوين ديستانس تايم او ريليشن بتوين سبيد تايم، تمام. يا اما ديستانس والتايم، يا اما الايه؟ السبيد والتايم، تمام. لو الريليشن بتوين ديستانس والتايم بيطلع ستريت لاين باسنج ثرو ذا اوريجين، الاوريجين اللي هي بيسموها نقطة الاصل، الاوريجين اللي هي البوينت اوف انترسكشن اوف تو اكسس، نقطة تقاطع التو اكسس اللي عندي، خلاص. يبقى لما تكون الريليشن بتوين ديستانس والتايم يبقى ستريت لاين باسنج ثرو اوريجين. جيف ريزون، هنا يقول لي ليه تطلع ستريت لاين passing through origin؟ اقول له because distance is direct proportional to time، خلاص. when the object move at constant speed، او اكتب له كده at constant speed distance is direct proportional with time. يعني انا عندي v equal d divide t، خلاص خلي d في طرف، يبقى d equal v by t، d equal v by t، هنثبت v يبقى ال d directly proportional with t، خلاص. يبقى نقول له because at constant speed distance is directly proportional to time، وعشان كده يطلع straight line passing through the origin. طيب another representation بتاع ال uniform speed هو relation between the speed with time، خلاص ال speed with time تطلع straight line برضو طبعا لان هي constant speed، فتطلع straight line بس parallel to the time axis، straight line parallel to time axis. طب يقول لي give reason، هقول له because object speed remains constant as time passed. okay يبقى لما تبقى relation بين ال speed وال time تطلع ليه straight line parallel لل x axis، اقول له لان ال speed remains constant، ما هو عشان كده يعني كلمة uniform speed أو regular speed معناها سرعة منتظمة. يعني إيه؟ يعني ما بتتغيرش. يعني إيه؟ يعني في الفيرست سكند يعني the same speed، في السكند سكند the same speed، خلاص. يبقى ليه؟ because speed remains constant as time passes. فأنت لما تاخد السبيد كل مرة بنفس الفاليو والتايم يتغير، السبيد بنفس الفاليو والتايم تشينج، سبيد بنفس الفاليو، يطلع لك ستريت لاين بارلل للاكس اكسس، تمام، او التايم اكسس، تمام. طيب بيعيد نفس الكلام، بيقول لي from the previous we can clarify okay the facts دي about the constant speed او بسميها regular speed او بسميها uniform speed كلها. تطلع ان number one the relation او الجرافيك representation between distance of distance will time يطلع ايه؟ straight line passing through the origin point، يعني بالشكل ده.
straight line لازم يبدأ من الاوريجين بوينت اللي هي the point of intersection of a of two axes. طيب ودايما يطلع speed time graph okay of regular speed okay يطلع ايه؟ يطلع straight line parallel to time axis. تمام؟ طيب هنا في بيقول لي note ال distance time ده اللي انت بتتكلم عليه سوري ممكن يطلع زي كده امتى؟ يعني امتى يطلع؟ احنا قلنا ان distance time لازم يبقى straight line passing through origin. امتى يطلع parallel للايه لل time axis؟ قال لك في حالة واحدة بس when the object at rest يعني في حالة السكون ما بيتحركش. يعني ايه at rest؟ يعني ال distance doesn't change as time passes. يعني ايه؟ يعني كل مرة لما يبقى ال object at rest في السكون يعني دي equal zero يعني كل مرة اقيس ال distance ألاقي the same distance. اجي بعد شوية اقيس ال distance ألاقيه في مكانه the same distance ما تغيرش. اجي بعد شوية طب لانه واقف لانه ايه at rest. خلاص في الحالة دي بس يطلع ال distance time representation كده. ادي distance time ويطلع parallel للايه لل time axis. تمام؟ ايه طيب بصوا هنا البروبلم بيج 39 انا هحل معاكم تو بروبلمز والتانيين انتوا اقروهم واي حاجه مش مفهومه اكتبوا لي في الكومنتس وانا هوضحها لكم ان شاء الله. طيب البروبلمز قال لي ايه؟ هو ممكن يديني الجراف ممكن يطلب مني رسم الجراف. يعني ممكن يديني الجراف ويطلب مني حاجات اطلعها من الجراف وممكن يديني الداتا ويطلب مني ان انا ارسم الجراف. تمام؟ طيب هنا بيقول لي البروبلمز the opposite graph represent motion of a body. قال لي الجراف ده بيربريزنت حركة ايه body معين او object معين. طب نبص كده كويس. اول حاجة دي graphic representation دي relation between distance and time. خلاص عندي distance فوق وعندي time تحت. بيقول لي بقى number one mention the kind of the speed of this body giving a reason. عايز ال kind of speed. مبدئيا كده هلاقي relation عبارة عن ايه straight line passing through the origin. يبقى على طول ال speed is a constant اقول regular speed او اقول uniform speed او اقول constant speed. بس الاحسن ان انا اقول regular speed okay او uniform speed زي ما الكتاب قايل. طيب ليه giving a reason؟ اقول because the relation between distance and time is straight line passing through the origin. طيب number two calculate the speed of this body. عايز السبيد. السبيد بقى انت عندك كذا values للdistance كذا values للtime. خد any value للdistance مع ما يقابلها من التايم okay اعمل division تجي لك السبيد. مش محتاج احسب كل البوينت لا او كل الفاليو. خد اي فاليو انت عايزها هتدي لك المفروض the same speed لان احنا قلنا regular speed. تمام؟ number 3 calculate the distance covered by this body after 3 and 10 seconds. طيب عايز ال distance after 3 seconds. خلاص هاجي عند ال 3 اطلع لل straight line اروح منه على ال distance يبقى عندي ايه 60 متر. يبقى after a 3 second كان ال body اللي عندي covered 60 متر. طيب قال لي ايه بعد 10 second بما ان هو ماشي ب v regular او regular speed يبقى المفروض ان هو بي cover same distance at same period of time. same distance at same period of time. طيب احنا هنشوف نحسب بعد 1 second بيقطع distance قد ايه. بعد 1 second بيقطع ايه 20 distance. خلاص بعد 1 second بيقطع 20 distance يبقى سهل جدا اعرف بعد 10 second. يبقى بعد 10 second بيقطع 200 distance. في ال 1 second بيقطع 20 distance 20 meter okay. في ال 1 second هو بيقطع 20 meter يبقى بعد 10 هضرب ال 20 by 10 20 by 10 equal 200 meter okay. طيب هنشوف البروبلم التانية. مش هقول دي تقريبا ايه easy يعني هشوف اللي بعدها.
هنا بيقولي the opposite graph represent a bike motion through 5 hours. okay, حركة bike motion through a 5 hours. okay, يعني من الأول للآخر 5 hours. تمام. يقولي calculate the average speed of the bike during the trip. average speed واضح من الجراف اللي عندنا ان هو في ال 2 hours الأولانيين اللي هي من البوينت A للبوينت B ده straight line passing through the origin, يبقى from A ل B regular speed. تمام. واضح ان من B ل C يعني في ال another او ال other 2 hours okay, كانت ال speed A, كانت ال distance constant 20 20 20 20 as time passed. okay, from B ل C كانت ال distance constant. فيعني ايه distance constant؟ يعني الجسم كان واقف at rest. تمام. طيب واضح ان من C ل D okay, هبدأ يعني في ايه station جديدة او مرحلة جديدة, فهيبقى هنا برضو regular speed. لو انا كأني بدأت من الـ hour number 4 فهيبقى كأنه straight line passing through the origin, يبقى برضو regular speed. يعني كان ماشي بregular speed, وقف ساعتين 2 hours وبعدين مشي بregular speed. يبقى أنا عندي هنا الـ speed اتغيرت, فمحتاج أحسب الـ average. فاكرين قانون الـ average speed؟ V dash equal total distance على total time. يعني total distance عندي كام؟ 50 كيلومتر. فوق اهي total distance 50 كيلومتر والtotal time 5 hour, خلاص تطلع 10 كيلومتر per hour. دي ال average speed. طيب ايه اللي هو طالبه بعد كده؟ what is the period in which the bike stop؟ ايه الفترة اللي فيها الستوب؟ طبعا انا عرفت من الجراف على طول, مش انا قايلة لما يبقى فيه جراف relation between distance with time ويبقى horizontal لل time axis. امتى يبقى horizontal؟ لما يبقى الobject at rest. انا لسه قايلة يبقى هي دي الفترة من point B ل point C هو اللي الobject كان at rest, يعني ال V equal 0. طب الـ من B ل C يعني من ال hour 2 لل hour 4 يعني كام؟ يعني 2 hours. تمام. من B ل C يعني 2 hours. طيب قال لي the stopping period BC اللي هي ال time of stopping 4 minus 2 equal 2 hours. طيب number 3 قال لي what are the periods during which the bike move at regular speed. عايز الفترة اللي البايك مشيت بregular speed. what are the periods, واضح ان هي جمع يعني اكتر من period واحدة. طيب اللي البايك فيها مشيت بregular speed ماشي. طيب هشوف انا عندي هنا من الـ A للـ B واضح انه straight line pass through the origin, يبقى ده regular speed. وعندي من الـ C للـ D, لو بدأت من الـ C للـ D يبقى ده straight line passing through the origin. لو انا بصيت للـ C دي لوحدها وحطيت الـ A الـ axis بتاعتي. طيب يبقى الـ periods عندي اللي ماشي بـ regular speed from A to B وfrom C from C to D. طبعا قلنا ان from B to C ده كان ايه؟ at rest, كان الجسم واقف ما بيمشيش. طيب فهقول له number 3 the periods during which the bike move at regular speed AB and ACD. طب the speed in the period AB, عايز ال speed. طيب نمسك ال AB okay, احنا عايزين نحسب ال V, يبقى ال D divide T اهو. ال D كانت ايه؟ 20. from A to B كانت ال D 20. طيب ال hour كان 2 hour, خلاص يبقى A 20 divide 2 equal 10 كيلومتر per hour. تمام. طيب the speed in the period CD. تمام. هشوف عايز ال speed, هشوف ال distance with time. طب ال CD خلي بالكم ال distance, هاخد ال distance اللي من C ل D okay, يعني ال C كانت عند 20 وال D البايك كانت عند 50, يبقى مشيت قد ايه؟ يبقى مشيت كام؟ 30 كيلومتر. تاني from C to D point C كانت عند ال distance 20, وبعد كده البايك مشيت وصلت ل 50,
يبقى الـ D هنا 30. طيب والتايم في المرحلة دي بتاعت الـ C دي أبص كده، الـ point C كانت عند hour number 4، الـ point D كانت عند الـ hour number 5، يبقى هي only 1 hour. اوكي يبقى مشي 30 كيلومتر في 1 hour. طيب يبقى ايه؟ تطلع 30 كيلومتر per hour. طب آخر حاجة بيقول لي and what is the period during which the regular speed of the bike is greatest. regular speed كان greatest. طيب أنا عندي طلعت الاثنين from A to B كانت ماشية ب 10 كيلومتر per hour، كانت ماشية ب 10 كيلومتر per hour، وفي C دي كانت ماشية ب 30 كيلومتر per hour. يبقى the regular speed of the bike كانت greatest إمتى؟ في ال period C دي، في ال period C دي. تمام. طيب هو هنا مديني نوت بيقول لي ان الريليشن او الجرافيك ريبريزنتيشن بيبقى between distance and time في حالة النون يونيفورم سبيد بيبقى curved line passing through the origin point او passing by the origin point. انا قلت في الريجولار سبيد بيبقى straight line passing through the origin. تاني انا قلت في الريجولار سبيد ال relation between the distance with time، بتكلم على distance with time، تبقى straight line passing through the origin. لكن في ال non-uniform أو في ال irregular speed تبقى curved line passing through the origin، تبقى curved line يا إما بالشكل ده يا إما بالشكل ده. تمام. طيب المرة الجاية إن شاء الله هشرح ال acceleration. يعني ذاكروا الدرس بتاع النهاردة، حلوا ال problems، وطبعا لايك وشير وسبسكرايب يا جماعة، في ناس كتير جدا محتاجة ان هي تستفيد. شاركوني في الثواب، لايك وشير وسبسكرايب، لايك وشير وسبسكرايب. تمنياتي لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.